عايز ايه يا باكت؟ عايز ايه؟ بقول لك ايه، هات عربيتك، عندي كشف مستعجل ولازم اروح للعياده دلوقتي حالا. طب انا اروح ازاي؟ يا سلطان ما تطلع على الشارع بره، في المواصلات بتعدي كل 3 دقايق. طب ما تروح انت بمواصله. مش هينفع يا سلطان يا ابني، الحته مقطوعه جدا بره، مفيش حاجه بتعدي من هنا. عندك حق. امسك. يلا تسلم. طب بقول لك ايه؟ انا هروح ازاي؟ يا سلطان ما تطلع على الطريق بره، المواصلات بتعدي كل 3 دقايق وانت صغير. الله. اروح ازاي انا دلوقتي؟ الله يخرب بيتك يا بهجت.